محمد عرف نفسك للمشاهد. عبد الرحمن. اتفضل. انا عبد الرحمن هبيدي، انا عضو ائتلاف شباب الثوره، ويعني كنت في وقت من الاوقات منسق اسر الشهداء مع مجلس الوزراء. الحقيقه الموقف اللي حصل يوم الاثنين اللي فات كان موقف مؤسف جدا. انا للاسف كنت مسافر، ولما شفت الموضوع في على الفضائيات الحقيقه ضغط ارتفع جدا، ويعني اكاد اكون مرضت، يعني مرض يعني انتظرت فيه ان انا اشم نسايم اسر الشهداء النهارده واكون موجود معاهم، لان اللي حصل ده الحقيقه مهزله ووصمه عار في جبيننا كلنا، ان يكون الثوار دلوقتي هم اسر الشهداء. يعني يكفي ان كان ابنائهم في وقت من الاوقات قدموا روحهم ودمهم فداء لهذه الثوره المباركه وفداء للبلد الطيبه دي، ودلوقتي الحقيقه الناس انشغلت انشغال كبير جدا بالانتخابات وبالاستقطاب السياسي وبالمعارك السياسيه، وانا في ظني ان اصبح الثوار الحق هم اسر الشهداء، هم اللي مكملين وهم اللي رافعين علم مصر وهم اللي بيناضلوا من اجل دماء الشهداء، ومعاهم بعض المخلصين اللي بيكملوا معاهم. انا الحقيقه يعني اخذت قسم ما بيني وما بين نفسي ان ما فيش موقف لاسر الشهداء الا وهكون مشارك فيه، يعني انا يعني فداهم وفدا اسرهم، لان اللي حصل يوم الاثنين ده انا شخصيا بحمل نفسي المسؤوليه ان انا ما كنتش موجود وانشغلت ببعض الامور الثانيه وحملت نفسي الذنب، ولذلك انا موجود معاهم النهارده، لاني ما ينفعش ان انا اتركهم ولو لحظه تانية. يعني الحقيقه الجو النهارده هادي، اظن مفيش اي مشكله. انا شايف ان الجو هادي والانصار مبارك عددهم قليل، لكن انا سامع ان هم بيشحنوا نفسهم في بعض الاتوبيسات من مصطفى محمود، لكن الحقيقه القصه انا بقول ان المخلصين اللي موجودين بيأذوا اسر الشهداء ما بيهمهمش العدد وما بيهمهمش هم عددهم قد ايه. احنا كان عددنا قليل جدا يوم معركه الجمل 2-2، ولذلك وعلى الرغم من كده صمدنا وكملنا وقدمنا دماء كثيره. برضو الناس اللي موجوده النهارده متضامنه مع اسر الشهداء، ما اعتقدش ان واحد فيهم همه ان عددهم قليل ولا عددهم كبير. الناس دي مخلصه جدا للثوره ومخلصه جدا لدماء الشهداء. انا الحقيقه بحييهم وبشكرهم، واتمنى ان عددنا يزيد وان الناس دي يعني تتواصل مع بعضها، تتواصل مع جبانها، لان الموقف مع اسر الشهداء موقف الحقيقه صعب جدا، وهو ملف تقيل جدا. هم لوحدهم مش هيكفيهم ومش هيغطوه. لازم نتجمع ولازم دم الشهداء يجمعنا تاني، وننسى الحقيقه المهاترات اللي دخلنا فيها المجلس العسكري والانقسامات السياسيه اللي موجوده، وكل واحد دلوقتي بيبحث عن مساحه علشان يعبر فيها عن نفسه سياسيا، وتركين اسر الشهداء والناس البسطاء دي سايبينهم كده لوحدهم بيلاقوا مصيرهم في المحاكمات، ويلاقوا مصيرهم ما بين سندانة المحامين اللي لحد النهارده مش قادرين يتجمعوا على كلمة واحدة وينظموا نفسهم، بيلاقوا مصيرهم أمام قوات الأمن المركزي اللي سابت المجموعة بتاعت مبارك، والحقيقة يعني جنبنا الناس اللي اتضربت من أسر الشهداء، وللأسف إن الإعلام وجريدة المصري اليوم بتقول إن دول من بعض المؤيدين لمبارك. انا شايف ان دي مهزله الحقيقه، دول كلهم اسر الشهداء واهالينا. انا شفت الصور، انا ضغط ارتفع، لان دول ابائنا واهالي الشهداء بيجروهم الامن المركزي من هدومهم على الارض، يعني منظر مقزز جدا. وامبارح الالتراس مشجعي النادي الاهلي اللي حصلت معاهم دي مهزله. انا شايف ان الامن ابتدت شوكته تكبر تاني وابتدت تعلى تاني، لكن للاسف على المعارضين وعلى الثوار، لكن سايبين المخربين والعصابات في اماكنهم. ما شفناش حتى عربيه من عربيات الامن المركزي نزلت على الطريق الدائري علشان الناس اللي بتثبت العربيات وبتاخدها، ولا شفنا عربيه من الامن المركزي نازله تواجه مصير البلطجيه اللي انتشر في الشارع على ايديهم. انا بقول ان البلطجيه اللي موجودين في مصر دول يعني الدوائر المحيطه بالمباحث الجنائيه، هم يعرفون كويس جدا وعندهم القدره على السيطره عليهم، لكن لحد دلوقتي هم سايبينهم. ده شيء مؤسف جدا. دي رساله من الداخليه بتوصلها للشعب المصري، ارقعوا تاني زي الاول، مش هنرجع. الداخليه ما عندهاش استعداد يبقى في مساحه ما بينها وما بين الشعب. هو اللي هم شايفوا ضباط الداخليه شايفين ان هم بشوات طول عمرهم بيتقال لهم يا باشا. انا شفت مهزله حصلت في اسم الدقي قدام عينيا، راجل كبير مسن داخل يقضي مصلحه في الاسم
فبيسال رائد قد ابنه بيقول له لو سمحت يا استاذ اعمل ايه في الموضوع الفلاني، قال له استاذ ايه يا روح امك انت شايفني مدرس. فعلا هم كانوا طلبه فاشله، فعلا هم لا يقدروا الاساتذه ولا العلم. لقب استاذ اعلى لقب، هو متعود ان يتقال له يا باشا. انا بقول ان زمن البشوات انتهى خلاص، مفيش استعداد. هم اقل حتى من ادنى انسان في مصر، هم اقل، هم لا يسووا الا يكونوا مساحين جزم للشعب المصري. هم لازم يكونوا فعلا في خدمه الشعب، هم يعني مش هيتعلموا. انا بقول ان المرحله اللي جايه مش اي حد هيقدم على اكاديميه الشرطه. انا بقول ان المرحله اللي جايه فعلا مرحله ناس وطنيين هيدخلوا للاكاديميه او يكونوا طلبه في كليه الشرطه، لان الداخليه فعلا في العشرين سنه اللي فاتت ما كانش حد بيدخلها نظير الـ 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 القيم او ان هو نظير الكفاءه. كانوا بيدخلوها عن طريق الرشوه وعن طريق المحسوبيه وعن طريق هو ابن مين ولا يساوي كام في البلد، يساوي كام فلوس. لذلك هم معظمهم مرضى نفسيين وفشل فعلا في التعليم وفشل في الدراسه، ودول لا يمكن يكونوا ابدا ناس على عقليه محترمه. واكثر تعقيدا اكثر واحد فيهم مريض نفسي، كانوا بيدخلوها من الدوله. فعلا احنا لما كنا بيواجهنا ضباط امن الدوله وبيحققوا معانا، مجموعه تافهه جدا 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 من الضباط ما فيهمش عقل ولا دماغ ولا ثقافه، هم مرضى نفسيين دمويين كانوا بيتعاملوا معانا بس من اجل ان هم يحسوا ان هم اصحاب سلطه واصحاب مكانه. يعني